آلاف الشرطيين الأمريكيين توافدوا على مدينة نيويورك للمشاركة في تشييع جنازة زميل لهم قتل في أحد شوارع بروكلين الأسبوع الماضي إلى جانب زميله عندما كان في سيارة تابعة للشرطة توقفت بالقرب من حي للسود، حيث باغتهما مسلح أسود انتحر بدوره على رصيف لقطار الأنفاق. ويقول نائب الرئيس الأمريكي: عندما يستهدف رصاص مجرم ضابطين فإنه يستهدف هذه المدينة وينال من روح شعب بأكمله. لقد كان جزءا من خيرة ما تحويه نيويورك، وتلك ليست عبارة خاوية. قسم الشرطة الذي يوجد هنا ربما هو الأفضل في العالم، وهما يستحقان هذا الثناء. وكان المهاجم أقدم على ارتكاب الجريمة انتقاما لأسودين قتلهما شرطيان أفلت من الملاحقة القضائية الصيف الماضي. هذا وينتظر تشييع جثمان الشرطي الثاني الذي قتل مع وصول أفراد من عائلته من الصين.